السلام عليكم. يوم الحال 4 في الشهر سبتمبر، ملي كنت ماشي من الخدمه في الصباح جبت هاد الناس هادو الصحفيين واقف مع باب ديال البي بي سي، و لقيت انتباه ديالي انه كانوا شويه بزاف، حيت نورمالمون الحد كيكون تما واحد الصحفي جوج، حيت كيجيو تما باش كياخذوا الصور ديال بعض الناس مهمين اللي كيجيو يعملوا لقاء الصحفية، حيت بي بي سي هذا الحد عنده واحد برنامج معروف بين 9 و 11 اللي كيستقلوا فيه الناس المهمة في الحكومة، سواء كان وزير الاقتصاد، وزير الصحة، وزير ديال الهجرة، وزير ديال الشغل، كيستقبلوهم ديك الساعة هذاك، وطبعا كيطرحوا الأسئلة على حسب شنو وقع في الدولة ديك السيمانة هذيك، سواء كانت مسائل سياسية، اقتصادية، صحية، على العموم. أنا دخلت من الأوفيس من جلست في الديسك ديالي، أنا نتخدم معاهم، قالوا لي بلي أن اليوم ديك الصحفيين كاين بزاف، حيت كاين برنامج اليوم ديك 11، ولكن اللي الناس اللي عاملين معاهم استجواب هما دوك جوج اللي باقين ما بعطيتهم، اللي كيتسابقوا باش يوليو رئيس ديال حزب المحافظين، ومن بعد غادي يكونوا رئيس ديال الحكومه. فانا ملي كنت في المغرب هذه تقريبا شي جوج سيمات، الناس بزاف ناس كيسقسوني كيقول لي انتم في المملكه المتحده البريطانيه العظمى شنو ما عندكمش حكومه، شنو رئيس الحكومه ديالكم؟ هسا هادي حنا طبعا بلاد ما عندها رئيس الحكومه، رئيس الحكومه هو بويس جونسون، هو انه شنو عمل؟ انه استقل من الحزب ديال المحافظين بعد الفضائح اللي كانت وقعت في الحزب ديالو، اضطر انه فقد الثقه ديال الحزب ديالو، فاستقل من الحزب ديالو، ولكن بقى كرئيس ديال الحكومه، حيت ما تبقاش تكون بلا رئيس، شنو ما كان حار ولا في السن، سيكون عندها رئيس. فحد الان هو باقي رئيس، ما عندوش بلا الصلاحيات ولكن باقي رئيس ديال الحكومه. فهاد الجوج الناس هادو اللي جاوا اليوم باش يعملوا اخر لقاء صحفي مع واحد صحفيه معروفه بي بي سي لورا كونزبرغ، باش يعملوا طبعا الاسئله، كل واحد يعرف الاجنده ديالو. اذا كتعرفوا ان جوج الشخصيات اللي باقيين هما، كاينه واحد السيده هي ليز تراست، هي الوزير الخارجيه، وكاين ريشي سوناك اللي هو المستشار، ولا بحال هكا قالت له اكستشيكر، وحال بحال تقول الوزير ديال الاقتصاد. المهم كيفاش هاد الجوج هادو وصلوا باش يبقاو هما جوج الاخراني؟ هي نهار اللي استقل بويس جونسون، نعم يستقل بويس جونسون من حزب المحافظين، طبعا اعضاء المحافظين اي واحد الحق يقدم باش يكون رئيس ديال الحزب، اي واحد. فتميد الناس هما اللي قدموا الاسماء ديالهم، وكان منهم هاد الجوج هادو، كاين سته اخرين، ومنهم كان نديم زهاوي اللي رئيس، هو كان مستشار في الحكومه وهو مستشار مسلم، لكن شنو كيوقع له؟ انه كيتم الاقصاء ديالو من الطرف فقط من الحزب، اعضاء الحزب المحافظين واحد بواحد على حسب الجولات، يكون الجوله الاولى خصك واحد يجيب 20 نقطه ولا 20 ديال المؤيدين من الحزب كيأيدوك، بعد كيمشيو للجوله الثانيه خصك عندك تجيب 40 يكون كيأيدوك، هي ماشا بقاو كيتناقشوا بقاو معنا هاد الجوج هادو. ف اللي بغيت نعمل هذا الفيديو، بغيت كامل نشرح بعجاله، هو انه هاد المسيره هادي ديال اختيار ديال رئيس حزب المحافظين هذه بدات من شهر 6 وكملت، يلا كملت هذه شي يومين، جوج شهر ديال سبتمبر، هما هاد الجوج هادو اللي بقاو طبعا جالوا البلاد طولا وعرضا، الشمال، الجنوب، ما خلاو فيه، مشاو لجميع المدن، مشاو للمعامل، مشاو للمصايب، مشاو للمطاعم، ما خلاو فيه، مشاو كيعرضوا شنو الاجنده ديالهم، شنو هما الاصلاحات اللي غادي يعملوا باش غادي يصلحوا المسائل اللي كتمر بها الدوله، او المشاكل اللي كتمر بها الدوله. وحد الان انتم كتعرفوا شنو المشاكل الكبيره اللي كتمر بها بريطانيا العظمى ولا المملكه المتحده، وتقريبا المشاكل هذه ماشي كاينه غير هنا، كاينه حتى في اوروبا، والحاجه الكبيره اللي معروفه هنا هو غلاء المعيشه، كان على استغفر الله، كان عنده على الوقود، الضوء والغاز، وكان عنده طبعا على الوقود، كان عنده على الوقود طبعا البترول كذلك، وما غيره، لكن هادو هما غلاء المعيشه هي قيل المشكل العويص اللي كيرق الناس كامل اللي خوفني منه. ولا الى حطوا دابا كتمشي السوبر ماركت كتشوف كلشي كيغلى، كل الانفليشن طالعه، وكل مره عندك ثمن، فالناس خوفانه. ودابا بحال اللي سمعتوا بالاخبار الاخيره، هو ان السيد بوتين رئيس ديال روسيا
شد الكريفو الاخراني وحاجه يقولوا الطاب الاخراني ديال الغاز اللي كان كيمد المانيا، والمانيا كتمد الدول الاوروبيه، سدوه هو الاخرانيا، هو الاخر كان هذاك هو الاخر سدوه صافي. فالناس في اوروبا صراحه خوفانين، الشاي ما جا وما كيعتمدوا الغاز بزاف باش الدفء طبعا، باش الناس الكبار ما يموتوا شي اللي ما كانش اللي كانت تشرس هنا كتعرف ملي كتاح اوروبا كيجي فيها برد شويه قاصح، فهما ديجا خوفانين. اوروبا كيقول عندهم اكتفاء ذاتي، انا كنظن ما عندهمش، ولكن هذا الشيء غادي يقصح الناس في الجيوب ديالهم، الشيء غادي يغلى طبعا حتى هنا كيغلى. على العموم هذا ماشي الموضوع ديالنا، المهم هو انه في هذه الساعه هذه رئيس الحكومه، حنا عندنا رئيس الحكومه هو بوريس جونسون، ما عندنا شي رئيس ديال الحزب المحافظين، علاش يبقاو لنا هاد الجوج هادو؟ ليز تراست هي كانت الوزيره ديال الخارجيه قبل، و ريشي سوناك هو كان المستشار الاقتصادي للدوله، هاد الجوج هما اللي بقاو من ديك التسمينيه. هاد الجوج هادو بحال قلت لك عملوا حضرهم، حضروا لقاءات صحفيه، حضروا ما خلاو ما عملوا باش كيعطيو شنو هما البرامج ديالهم كيفاش غيصلحوا. دابا غدا ان شاء الله خمسه في الشهر وبالضبط 12 ونص غنعرفوا منهم شكون اللي غادي يكون رئيس المحافظين مباشره تلقائيا، بعد ذلك كيولي رئيس ديال الحكومه. فشنو شنو شنو خصو يعمل قبل ما نتطرق للنقطه هذه؟ هاد الناس هاد الجوج هادو اللي غادي ينتخب عليهم باش يجعلهم رئيس ديال حزب المحافظين فقط الاعضاء ديال حزب المحافظين، ماشي الشعب، الاعضاء. والاعضاء ديال الحزب المحافظين على حسب الاحصائيات 2019 تقريبا شي 160,000، يعني الا كانت نسبه ماشي 1% 1% من الشعب كامل 1%. فهاد الناس هادو غادي يختاروا واحد منهم، وصراحه ما اختاروه حيت الباب ديال الاختيار ديال المرشح تسد باه، تسد نهار جوج في الشهر تسد صافي. دابا الناس حسبوا الناس وقيلا عارفين شكون، وهاد الناس احزاب الاعضاء في الحزب المحافظين كي عندهم الحق يصوتوا عن طريق البريد ولا عن طريق الانترنت، هو نورمالمون كيكونوا جوج ديال التصويت، عندك واحد الصوت الاول والصوت الاخر، هما كيديو الصوت الثاني، لكن الدوله خافت عندي يتم التلاعب شي دول اجنبيه تدخل في هذا الشيء فعملوا تصويت واحد. فحنايا في هذه البلاد هذه بريطانيا العظمى غدا ان شاء الله مع 12 ونص غادي نعرفوا شكون هو حزب المحافظين مباشره بعد غدا. رئيس الحكومه الحالي هو بوريس جونسون يقدم الاستقاله ديالو، والبروتوكول كيقول على ان هاد الجوج بحال اللي قلت، البروتوكول كيقول باللي انه مباشره بعد المعرفه ديال الرئيس الجديد ديال المحافظين، الرئيس الحالي هو بوريس جونسون كيقدم الاستقاله ديالو اما في ذاك النهار يعني غدا بعد 12 ونص ولا النهار اللي بعده يعني هاد الثلاثه مباشرة مع بعد ذلك الشيء. البروتوكول كيقول انهم بجوج بيهم خصهم يمشيو عند الملكة في القصر ديالها في باكنغهام اللي كاين في لندن. مع الأسف أن الملكة ما كايناش في باكنغهام بالاس اللي كاين في لندن، فهي راهي في القصر اللي كاين بالمو اللي كاين في اسكتلندا، فخصهم يمشيو حتى تما، لو واحد يقدم استقالة وواحد يقدم الأوراق ديالو باش يكون رئيس الوزراء ديال الحكومة البريطانية أو الديناتيك كندم كاملة الجديد ولا الجديدة، يعني تقدر تكون المرأة هي ليز تراس ولا يقدر يكون الرجل هو ريشي سوناك. بعد ذاك الشيء كيبقى على حسب رئيس الوزراء الجديد واش يقدر يعلن على انتخابات مبكرة أو لا. هي ماشي بالضرورة يعلن على انتخابات مبكرة، ذاك الشيء على حسب الاستطلاع اللي كاين في المجتمع. فإلا كانوا كيحسوا الحزب المحافظين على انهم تقدم في الاستطلاعات، وحد الان هما ماشي متقدمين، الحزب ديال العمال هو متقدم على الحزب المحافظين تقريبا شي 12 ولا 15 نقطه، فما كنظنش هما غادي يعلنوا على انتخابات مبكره في هذا الوقت. هذا كيبقى انه غادي يولي رئيس الحكومه وغتستمر في هاد السنين اللي باقا، حيت الانتخابات ديال الرئاسه ديال البرلمان غتكون 2025 في شهر يناير. فهنايا كيبقى على انه الى باقي كتفكر تريزا ماي اللي كانت
انتخبت وزيرة رئيسة للمحافظين وخدات الرئاسة ديال الحكومة ديفيد كاميرون، ما علنتش انتخابات مبكرة، بقات حتى تكملت انتخابات يعني الولاية المحددة، ومن بعد عملوا الانتخابات في الوقت ديال المحدد. هذا ما كان، هذا هو الملخص ديال كل شيء. غدا ان شاء الله غنسمعوا الخبر في 12 ونص شكون هو رئيس المحافظ الجديد وشكون هو رئيس الحكومة البريطانية أو المملكة المتحدة الجديدة، شنو هما الطريقة اللي غتعالج بها هي أو لا هو المشاكل اللي كيفت البلاد هذه. أنا ما تكلمتش على هذه حيت ما بغيت نخلي الفيديو طويل، حيت وما هذا عندك ليستراست وليستراست وسوناك كيختلفوا في الحاجات. وهي كتقول ملي غتاخذ الحكومة مباشرة غتنقص من التاكسيات وغتعاون الناس، هو كيقول لا، هو غادي تاكلي التضخم ولا انفليشن، عاد كيبدا يشوف كيفاش يعاون البزنسز يعمل استثمارات. هذا هما الاختلاف بيناتهم، كاين اختلافات اخرى لكن هذه الاختلافات الرئيسية. على العموم غادي في الفيديو ديالي في هذه النقطة هذه، من دابا ان شاء الله انا غنحاول ننتقل من الفيديوهات نتكلم فيها على المسائل في البلاد هذه المملكة المتحدة، سواء كانت اقتصادية سياسية كتعلق بالهجرة كتعلق بالدراسة كتعلق بالمجتمع. انا ما خلقتش في البلاد هذه، جيت هنايا شويش العشرينيات ديالي، قيت هنا في الجامعة يعني قدرت نتكلم على الدراسة، خدمت هنا يعني قدرت نتكلم على الشغل، دخلت على البلاد وخديت الجنسية يعني قدرت نتكلم على الهجرة، مازال المسائل قدرت نتكلم عليها. المهم غادي نخلي فيديوهات اللي مجانا ان شاء الله، وكل مرة نتطرق المسائل اللي كتحصل في البلاد هذه. المهم اخوتي ما تنساوش في اللايكات في كومونتير شاركوا ولا سبسكرايب في القناة ودغطوا على الجرس باش تشوفوا كل جديد ان شاء الله، وحتى فيديو ان شاء الله. دمتم بخير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.